بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي وما تبين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني أكرم بأربعة أئمة شرعنا كانوا لبيت الدين كالأركان الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإن محبي قد أضل بمبغضي فكلاهما في النار مستويان إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني ثم الصلاة على صحابة أحمد فبهم تشم أزاهر البستان.